لعبة البلياردو أو كما يطلق عليها رياضات العصا هي إحدى الألعاب ذات الانتشار الكبير والواسع في مختلف أنحاء العالم، ولها العديد من القوانين والقواعد الخاصة بها، وتتكون من مجموعة متنوعة من الألعاب التي تلعب بالعصا، أشهرها لعبة الكرات الثمانية التي يتم ممارستها من خلال طرفين يتكون كل منهما من لاعب واحد أو لاعبين اثنين. وتجري المنافسة على طاولة خاصة باللعبة تحتوي على 6 جيوب ومجموعة من الكرات التي يتوجب على كل من طرفي المنافسة إدخالها في جيوب الطاولة ليعتبر فائزا بالمباراة. تعزز لعبة البلياردو روح المنافسة لدى اللاعبين إلى جانب العديد من فوائدها الصحية، حيث تحتاج اللعبة إلى الوقوف والميل على الطاولة بطريقة معينة لضرب وتسديد الكرة، وهو الشيء الذي يعمل على تمديد العضلات ويوفر لها المرونة المناسبة. كما تتطلب اللعبة في بعض الأحيان الوقوف على قدم واحدة لأداء بعض الحركات، ما يعزز القدرة على التوازن والثبات. كذلك القدرة على التركيز هي إحدى المنافع الكبيرة التي يحصل عليها من يمارس لعبة البلياردو باستمرار. لعبة البلياردو تقدم ساعات متواصلة من المرح والمتعة، لذلك ننصحك عزيزي المشاهد بممارسة هذه اللعبة باستمرار للاستفادة القصوى من فوائدها.